واليوم طبختنا بسيطة إن شاء الله تمام ولا تأخذ وقت. قبل لا أبدأ الفقرة عندي هدية بمناسبة الشباب وبمناسبة رتمهم العالي وتفاعلهم الدائم. وين لا لا ليه الهدية هي خصم تمام خصم على لا أعطوني توقعاتكم معي يا علي نقاط في هدية راح أعطيكم إياها تمام أي هدية لكم يعني مو بس نعطي للجمهور هدايا صح ولا لا إحنا تعبنا كل ما هذا نعطي للجمهور هدايا ومدري شو نسوي بها الآن بنعطي المتسابقين هدايا ترى ما أعطي للجمهور هدايا إلا مرة واحدة بس حنا أنا كل هدية لها مستهل طول عمرك الهدية راح تكون الله يطول الهدية راح تكون بث مباشر عبر برنامج التيك توك. بس حساباتك كم انت بعد ولا بس مو كلكم الفايز للفايز صح عليك يا مبدع يا اخي هذا مجرم طول عمرك طيب نبي الرتم الان حبه الهيل نزول لحمتنا لحمتكم لحمتكم وين ولحمتهم وين بالنص انا ما اظن انا ما راح ادخن ما لا لا شو يدغدغني زاي يقطع ليزك زاي امس الزوم حبه الهيل ايش زيتيلهم على طول تبون نعطيكم كلمات تقولون لنا نرسل لكم حبه الهيل خدتوها من امس صحيح صح نقدر في حبه البركه كلمات حبة شو اسمه السكر ذي سكرة نبات صح أعطهم كلمات ثانية يعني نفس هذا سكرة نبات قدر ضغط عادي لا مو أنت أنا مو أنت والله قدر ضغط ذبة هذه فهمت علي 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 شوف علي ابن هذه ما شاء الله ها هذا ورق غار يا زينة يطعم بالأكل شفت دخل علينا بمسدس ما ولفة مسدس بغيطخ عموما عشان ما تأخر ساير حبيب قلبي أو شيء إن عطنا الطبخة والمايك لك حبيبي وبعجالة عشان نخلص بدري وشيء وممكن ممكن يكون البث المباشر نهاية الحلقة وممكن يكون بالليل خلي بالليل